إذا كان الله عز وجل لا يحب التصوير ولا المصورين، ما ينبغي أن تغل في هذا الأمر؟ أصبحنا وأصبحت الصور لله، وأمسينا أمسة الصور لله، كل ما أنت في مكان جالس تصور وتنزل في وسائل التناطح الاجتماعي، الله يبغض هالأمر جزاك الله خير. فكيف تفعل شيء يبغضه الله تبارك وتعالى؟ وكيف أنك توغل في مثل هذه الأمور ثم بعد ذلك تقول فلان قال وفلان قال وفلان قال وفلان قال؟ يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله المصورين، ماذا تريد أوضح دلالة من هذا الحديث؟ ها؟ يقول لك لا يا شيخ لا، المقصود مو كده، المقصود النبي كان بيتكلم اللي بيصنع التماثيل. نقول أيها الحبيب الغالي، التماثيل أصلا كانت معروفة معلومة، فلما ينزل الشارع يتكلم فيها لا يمكن قد أصاب شيئا جديدا. هم أصلا معروف التماثيل هذا أنهم كانوا هذا أنهم ينحتون، صح ولا مو صح؟ صح ولا مو صح؟ لكن هنا الألف ولم تفيد الاستغراق، وهذه لغة العرب، لغة ولادة، لغة البعرة تدل على البعير، وأثر السير يدل على المسير، وهذه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الواحد القدير؟ فهم يفهمون هذا الكلام، وإلا فمسألة تصوير الأصنام أصلا كانت إيش؟ موجودة، وكانت ممقوتة عند الموحدين من أهل الإسلام، من أتباع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فليست محتاجة إلى ذلك. طيب دعنا من هذا الحديث، تعال عند الحديث الآخر، أن عائشة سترت عند البخاري سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير. ما هو القرام؟ إيش القرام؟ إيش القرام؟ ستارة فيها تصاوير. أها يلا أول لي هنا كمان، هل يعقل عائشة التي تربت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك في بيت أبيها الصديق 9 سنين، وتربت عند النبي عليه الصلاة والسلام 9 سنين، تكون حاطة في الستارة تماثيل؟ إيش رأيكم؟ نتنزل مع التأويل مع المؤولين اللي يقول لك المقصود بالمصورين هم اللي يصنعون التماثيل. طيب قرام فيه تصاوير هكذا عند البخاري، هل تتوقع أن عائشة كانت حاطة الستارة ومعلقة فيها أصنام رضي الله عنه وأرضاها؟ ما هذا يعقل؟ ما عرفت أن الأصنام حرام رضي الله عنه وأرضاها؟ وأبوها الذي ما سجد لصنم في جاهلية أبدا رضي الله عنه وأرضاه، ولا شرب خمرا في جاهلية أبدا رضي الله عنه وأرضاه، ثم تأتي في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهدم الأصنام وكذا تحط التصوير فيه؟ إذن ماذا فعلت في هذه الستارة؟ ما الذي كان موجود في الستارة؟ تصاوير. يعني إيش تصاوير؟ رسوم، صور، رسم، هاند دروينج، وليس نحتا. صور النحت يكون في الحجارة، صور مرسومة كما يفعل الناس الآن في هذه الصور التي يرسمونها في البيوت أو يرسمونها على الستائر أو على ملابسهم أو إلى آخره إلى غير ذلك. والنبي يرجع من سفر عليه الصلاة والسلام وهي في أشد الشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل حتى تقول أستغفر الله وأتوب إليه، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. صورة نكرة في سياق هذه الجملة تفيد إيش؟ في أهل الأصول تفيد إيش؟ ولذلك ما تعلم العلم تؤصل العلم بتقعيده.